من فضل ربي، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنها السنة تشق طريقها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كانت الجلسة الختامية لمحكمتنا مع المحامي الصوفي، التي امتدت هذه المحكمة لمدة أكثر من عام في جلسات متواصلة وقضايا متشعبة ومتصاعدة تصاعدا حلزونيا، كل مرة يفتح في مادة جديدة ويوسع القضية، حتى شملت القضية أكثر من 6 مواد قانونية وتهم كثيرة وجهت لنا، من ضمنها تهمة إثارة الفتنة الدينية، وهذه من خلال الحديث عن الجماعات، منها الطرق الصوفية والجماعات الدينية الأخرى كأنصار السنة والأخوان المسلمين وغير من رموز هذه الجماعات، ومنها مواد تتعلق بالإخلال بالسلامة العامة والأمن، ومنها مواد تتعلق بالإرهاب. المهم، مجموعة من التهم وجهت، وكانت الخلاصة اليوم الجلسة تمت وبفضل الله سبحانه وتعالى برأتنا المحكمة وأنصفنا القانون تحت رئاسة القاضي مولانا أحمد عثمان، محكمة الكلاكلة. البلاغ الأول يتعلق بإثارة الفتنة الدينية، والمادة دي اندرج تحتها كلامنا في الصوفية، انتقادنا لهم في عقائدهم الباطلة، منا الشيوخ يحيوا الأموات، منها مشايخ الصوفية ينزلون الأمطار، منها مشايخ الصوفية يتصرفون في الكون، وغيرها من العقائد الباطلة، دعاء الأموات، الاستغاثة بهم. المهم، كلامنا وانتقادنا للصوفية في المنكرات بتاعتهم والباطل ده، فهم درجوه تحت مادة الفتنة أو إثارة الفتنة الدينية. فالحمد لله المحكمة اليوم برأت الإخوة اللي هم الشيخ مزمل وشيخ يوسف وأنا في من المسألة دي، والمحكمة حكمت بأنه هذه تعتبر خلافات بين الجماعات والطوائف، والمحكمة ليست مختصة بالفصل بين الخلافات الفقهية والخلافات المنهجية أو حتى العقدية بين الطوائف بتخطئة هذا أو تصويب هذا، وإنما جعلت إنه هذا الأمر يحال إلى جهات أخرى، جهات علمية وجهات أخرى. المهم، خلاصة المادة أن من تكلم في طائفة أخرى من الطوائف المنحرفة الباطلة الموجودة في الساحة، سواء كانت الصوفية، الأخوان المسلمين، غيرها، كلام مثبت من كتبهم، من وثائقهم، من صوتياتهم، وانتقدهم بأي انتقاد لا حرج عليه في القانون السوداني. هذه الخلاصة، هذه المسألة الأولى. الثانية، ما يتعلق بانتقادنا لرموز وزعماء كزعماء الجماعات المنحرفة دي كلها، الأخوان المسلمين، كلام في سيد قطب، كلام في حسن البنا، الكلام في كل هؤلاء، الكلام عنهم لا يمثل جريمة في القانون السوداني أبدا، وهذه الخلاصة. وبرأت المحكمة بفضل الله سبحانه وتعالى، برأتنا من هذه النقطة. مسألة ثالثة، مسألة الإرهاب، وهو مقصود بها المادة 144، الإرهاب الشخصي، يعني تخوف إنسان معين بشيء، وكانت أصلا نتيجة لخلاف بيننا وبين واحد صوفي محامي، والحمد لله المحكمة برأتنا أيضا من هذه التهمة. التهمة الثالثة الموجهة، تهمة الإزعاج العام وإثارة الإخلال بالأمن والسلامة من خلال المحاضرات اللي بنقدمها في المساجد وغير المساجد، فيتهم الصوفي بأن هذه المحاضرات تسببت في الإخلال بالأمن والسلامة، فالحمد لله المحكمة برأتنا من هذا أيضا، باعتبار أن هذه المحاضرات قائمة على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت المحكمة أن هذا تم بناء على حسن نية، وهذا لا يدل أصلا ولا يفيد ولا يندرج تحت الإخلال بالسلامة ولا بالأمن، لأنه ما في إثارة فتنة ولا كذا. رجوعا إلى مسألة إثارة الفتنة، هي في الحقيقة تتعلق بالكلام عن الطوائف، ليست من ناحية دينية، إنما الكلام من ناحية عرقية ومن ناحية لون
وسحنات وإثنيات. والحمد لله نحن في المنهج السلفي ليس لنا غضاضة مع أحد للونه ولا خلاف مع أحد إثنيا أو عرقيا، إنما خلافنا مع من خالف الكتاب والسنة وقال بغير ذلك أو اعتقد ما يخالف الكتاب والسنة، ده خلافنا معه خلاف منهجي. والحمد لله القضاء أنصفنا في هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أخيرا بقت قضية شخصية بيننا وبين الشاكي المحامي، إنه قال عننا كلام متشددين تكفيريين إلى آخره. نحن قلنا لك كذاب، اعتبرت المحكمة هذه الكلمة إساءة له، وبناء على ذلك غرمتنا غرامة مالية، والغرامة المالية للمحكمة وليست للشاكي، لأنه الشاكي ادعى إنه هو كان بيعمل لدى مؤسسة معينة أو شركة، وفصل من المؤسسة أو الشركة بتاعته دي بناء على كلامنا نحن، لكن أثبتت المحكمة أنه لم يقدم وثائق معتمدة لدى المحكمة تثبت ذلك، ولهذا قررت المحكمة بأنه لا يستحق أي تعويض مالي. ففي فضل الله سبحانه وتعالى خسر الصوفية الجلسة، وخسر هذا الرجل بعد أن استفرغ كل ما عنده من القضايا التي يظن إنها قد تكون بديننا نحن قانونيا، استفرغ كل القضايا وأورد كل شيء في ذهنه، كلامنا في الصوفية، الأخوان المسلمين، كلام في حسن الترابي وتكفير لحسن الترابي، الكلام في أنصار السنة وفي دعاتهم الهواري محمد مصطفى والعدسي والحلبي أجو السودان والبر السودان، استفرغ كل ما عنده. وبفضل الله سبحانه وتعالى المحكمة برأتنا من هذا كله باعتبار أنه نحن نتكلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصوفي تاني ما عنده حاجة، نقول لهم يا صوفية بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا نصرنا عليكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما بقي أمامكم أي شيء إلا ترجعوا للكتاب والسنة وتتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الباطل بتاعكم والشرك والضلالات والكفريات الموجودة الآن في كتبكم والموجودة منتشرة بالصوتيات في المدائح وفي غيرها. تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تبتوا تلجأوا إلى المناقشة العلمية بالحجة، لكن تمشي تشتكي وأنا ما فاتح بلاغ، تاني بلاغات ما في. فضل الله سبحانه وتعالى بلاغ الإزيري كسبناه، الليلة البلاغ بتاعك اللي انت فاتح محكمة الكلاكلة كسبناه بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني ما عندك أي حيلة بتاعت بلاغات، أبقى نجيض وأنزل الساحة، ناقش بالعلم الحجة، عندك حجة قدمة، أما ما عندك حجة فالتشاكي والتباكي ما بيحلك تاني يا صوفي. وأنا أبشر كل أخواننا الدعاة في السودان وخارج السودان إنه يشدوا حيلهم ويشتغلوا شغل على الكتاب والسنة، وإنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا غضاضة على الداعية، والقانون ينصفه تماما لا غضاضة عليه، بس ما يتعدى على شخص بعينه عشان يكون عنده حق شخصي في التقاضي، إنما رد ونقد وبيان وتوضيح وكشف، هذا لا غضاضة على الداعية فيه إطلاقا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ومنته على أهالينا في السودان وفي غير السودان. والبشرى إن شاء الله تبارك وتعالى تزف لكل السلفيين وأهل الحق عامة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.